في معلومات خاصة ودقيقة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران أدخلت تعديلا جوهريا على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو دون إعلامها بذلك. الخرق النووي الإيراني، تقول وكالة الطاقة الذرية إنه اكتشف خلال عملية تفتيش في محطة فوردو في 21 من يناير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت أن سلسلتي طرد مركزي من طراز IR6 مترابطتان بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة. وتم استخدام سلسلتي الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة التي تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي قائم الأركان في غضون أسابيع فقط. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعرب رسميا عن قلقه من إدخال إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم محطة تخصيب الوقود فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم، مؤكدا أن طهران جمعت ما يكفي من المواد النووية لصنع العديد من الأسلحة النووية. غروسي يضيف أيضا أن إيران باتت تقترب من المستوى الذي يتيح لها تطوير أسلحة نووية، وبذلك تكون طهران قد خرقت اتفاق 2015 التاريخي للحد من القدرات النووية الإيرانية. التقرير السري للطاقة الذرية يأتي بعد أيام قليلة من تصريح مثير للمبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، قال فيه إن طهران باتت قريبة جدا من الحصول على كميات كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح ذري. مالي أحذر من أن الخيار العسكري موجود على الطاولة كملاذ أخير، مع أنه صعب للغاية وخطير كذلك. والمبعوث الأمريكي لإيران أكد أن المسؤولين الأمريكيين لن يترددوا في القيام بخطوات أخرى لوقف سلوك إيران العدواني أو لكبح برنامجها النووي. حول هذا الموضوع نرحب الآن مباشرة من القاهرة بالدكتور علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق والأستاذ بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية. أهلا وسهلا بك معنا في المشهد الليلة. ما الذي يجب أن يكون مقلقا في هذا التعديل الأخير الذي قامت به إيران والذي ذكرنا تفاصيله منذ قليل؟ أهلا وسهلا بحضرتك، وأحب أن نقلنا على انطلاق الحديث. شكرا لك. طبعا الموضوع النووي الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حديث ذا شجون، أنه من فترة طويلة جدا كان في دايما شد وجذب من العلاقة بين الوكالة الدولية والطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلطات الإيرانية في موضوع برنامج إيران النووي. هو بالطبع يعني بعد الاتفاق النووي اللي حصل أو خطة العمل المشتركة اللي حصل في 2015 كانت بتحدد لإيران ما هي الأماكن التي يمكن فيها تخصيب اليورانيوم والنسبة اللي هي مسموح فيها، اللي هي كانت بتتكلم على 3.5% اللازمة لتخصيب اليورانيوم 235 من الـ natural أو المستوى الطبيعي للتخصيب اللي هو في غموض الطبيعة اللي هو 7% اليورانيوم 235 إلى 3% اللي هي تستخدم في الطبقات السلمية مثل مفاعل بوشهر وحاجات الطبقات السلمية. بعد كده هو اللي حصل انه وصلت طبعا اللي هو انه الدول تتنازل عن العقوبات المفروضه وحددت طبعا الاماكن اللي يتم فيها التخصيب، وكان في طبعا مفاعل فوردو اللي هو كان تحت الارض واللي اكتشف سنه 2009 دخل فيه انه يتحول الى مركز للبحوث النوويه للتطبيقات السلميه للطاقه. الا ان بعد ذلك ايران اللي حصل انه الولايات المتحده انسحبت من هذا الاتفاق سنه 2018
ومن منذ ذلك التاريخ ابتدت إيران تتنازل أو طواعي يعني عن بعض الأمور التي كانت تبغيها طواعية للالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو بالبروتوكول الإضافي اللي كانت مطبقة على أرض الواقع وليست مسبقة. اللي حصل إنه بعد ذلك ابتدى إنه قصاد كل تصعيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصعيد من الدول الغربية إنه يحصل تراجع المفتشين، إنه ما يفتشوش في أماكن معينة، إنه يحصل إنه يزود نسبة التخصيب، زودها إلى 20% من 3.5% إلى 20%، ثم بعد ذلك إلى حديثاً إلى 60%. دلوقتي هي القضية إنه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما بتقولش على الدول إن هي ما تعملش أي نشاط نووي سلمي، لأن هو المعلن من إيران إن هي لا، هو كل ده سلمي، ولكن لا يوجد أي تطبيق سلمي يستدعي إنه يعني أزيد التخصيب من 20% إلى 60%. واضح. فأصبح الطريق سهل جدا من 20% إلى 90%، نسبة صغيرة جدا وممكن بسهولة جدا. اللي وصل إلى 60% يصل إلى 90% واضح. بسهولة شديدة. يعني دلوقتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبقي قلقها من حاجتين، إن هو لم تعلن إيران عن وصولها أو تعديل في تصميم اللي هو في مفاعل فردو، اللي هو ما كانش مفروض إن هو يحصل تخصيب فيه إلا بطريقة معينة، إنه لم تبلغ الوكالة بهذا الأمر إلا يمكن يوم 21 يناير. وطبعا إيران بتقول والله إحنا وصلنا عملنا هذا الكلام يوم 16 يناير. هي في فعلا أزمة ثقة كبيرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في هذا الموضوع، وهو شد وجذب له جانب سياسي وله جانب يعني أكثر من هذا، إنه في بعض التفسيرات اللي قدمتها إيران للوكالة الدولية للطاقة نعم، لكن دكتور الذرية علي، مسألة أن إيران لديها ما يكفي من المواد النووية لصنع العديد من الأسلحة، هل هذا قريب من الواقع؟ وباختصار لو سمحت. هو يعتبر قريب، لأنه هو بس مش يعني في فرق بين إن هو التمكن من الوصول للمادة النووية وتصنيع القنبلة، ده موضوع مختلف خالص، لأنه ده بيحتاج وقت كثير، وليس إنما وجود القنبلة النووية تستتبع وجود وقود نووي، وجود الأماكن، وجود التوصيل إلى المكان والتصنيع نفسه. أعتقد إنه ليس قريب بالدرجة الكافية، ولكن واضح. إن هو تحت هو قريب. نعم، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا من القاهرة دكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق والأستاذ بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية، شكرا جزيلا.